بالنسبة للمحاضرة التانية يا جماعة، احنا المحاضرة الأولى بدأنا نتكلم فيها عن الأساسيات والمفاهيم، بدأنا نعرف يعني ايه إدارة مالية، بدأنا نعرف تعاملات مع ايه، بدأنا نعرف علاقة ما بين عائد ومخاطرة، تدرج الأهداف، سمات الهدف علشان يبقى هدف كويس أو سوري مش كويس، يعني الهدف ده عشان يبقى جيد أو بمعنى أصح عشان يبقى شامل لازم يبقى ليه بعض من العوامل اللي بتشترك في وصوله لمرحلة نضج ان هو يبقى هدف، يعني بمعنى اصح زي انه يبقى محدد وشامل، زي انه يبقى واضح، زي انه يبقى مفهوم، زي القابلية للقياس، زي ان هو يبقى شامل. فهنبدأ في المحاضرة دي نتكلم على العائد والمخاطرة. تمام، عندي هنا بالنسبة لي learning goals، او بمعنى اصح ان انا عندي هنا الاساس اللي انا هتكلم عليه. اولا هتكلم على اساسيات العائد والمخاطرة، ثانيا او العلاقة ما بين العائد والمخاطرة، ثانيا هتكلم على العائد والمخاطرة الاصل الفردي اللي هو single assets. بعد كده بيقول لي هنا هتكلم على العائد والمخاطر المحفظة الاستثمارية والعائد والمخاطر في ظل نموذج الكاب أم. أعتقد إن إحنا هنقدر نوصل للسنجل أسيت نتيجة، لأن الصعب شوية في إن أنا أعمل إي ليرنينج في المحفظة أو في الكاب أم، يعني هحاول يعني. بالنسبة لي المخاطرة أولا أو الريسك، هبدأ إن أنا أتكلم عليها أساس إيه. قال هنا بيمكن تعريف المخاطرة على أنها أولا هي عدم التأكد أو الأنسرتينتي تجاه العوائد المستقبلية التي يتوقع المستثمر الحصول عليها. يبقى أنا مش متأكد إن أنا هحصل عن دلوقتي على هذا العائد المستقبلي أو اللي أنا كنت متوقع إن أنا أحصل عليه، فأنا مش متأكد أصلا من حصولي عليه. اتنين، قال لي هنا التباين او التغير في هذه العوائد، في تباين او تغير في العوائد، ما انصح هذا التباين او هذا التغير لو العوائد ماشيه معايا بسيمتريه او سيستماتيك معين او سيستم معين مخليني متاكد ان انا العوائد دي هتتحقق، يبقى انا ما عنديش مخاطره فيها، لكن المخاطره ان في تغير او في تباين في هذه العوائد. طيب بعد كده بيقول لي هنا تشتت العوائد حول وسطها الحسابي، يعني ايه؟ خلي بالك دلوقتي احنا هنبدأ ندرس ان انا عندي هنا العائد هو عبارة عن مجموع العوائد على عددها، مجموع الشيء على عدده، يبقى ده وسط حسابي. طيب وجيت قلت ان المخاطرة هي التباين او التغير في ده، يبقى تغير العوائد دي حول وسطها الحسابي او تشتتها او اختلافها حول وسطها الحسابي هي مخاطرة. تاني، بالنسبة للعائد انا جيت اتكلم على انه هو عبارة عن ايه، بدأت اتكلم على العائد على انه هو عبارة عن مجموع هذه العوائد، عشان اجيب عائد لحاجة يعني بجيب مجموع العوائد على عددها عشان اعرف ايه العائد بتاعها، فبالتالي وكاني بجيب الوسط الحسابي ليه. طيب لو حدث تغير او حدث تشتت لهذه العوائد حول وسطها الحسابي، يبقى انا بتكلم على ان في مخاطره بتقابلني تجاه هذا الشيء. طيب بعد كده بيقول لي راى بعض الباحثين انهم يتناولونها على انها عدم التاكد المحيط بعائد الاستثمار، يعني معنى اصح ان مفيش عندي هنا عدم تاكد. وخلي بالك ان احنا ما قلنا اول حاجه ما بين الريسك والريتيرن، سوري الفرق ما بين الريسك اللي هو المخاطرة والخطر اللي هو الهازرد أو الدانجر، بدأنا إن إحنا نتكلم عليه على إنه مقدار من عدم التأكد، يعني كانت المخاطرة عندي بتظهر إن هي عدم التأكد من عائد شيء معين. تمام، وبوضوح وبصورة أوضح بدأ يتم تناولها على أنها مقدار التغير أو التباين في عوائد الأصل، فبالتالي بدأ إن أنا أتكلم على أنها uncertainty أو variability. تمام، أو إنها احتمال تقلب في العوائد، يعني ما أنا أصح حاجة طالما حاجه محتمله يبقى انا حاجه مش متاكد منها. وخلي بالك احتمال هتقابلني دلوقتي في المسائل الاحتمالات، ان انا بضرب في احتمالات معينه، ده انا مش متاكد كمان ايه اللي هيحصل في المجتمع ده، انا ما بقتش كمان متاكد من العائد ده، انا حتى لو متاكد من العائد انا مش متاكد من استمراريه هذا العائد نتيجه لظروف او احتمالات ممكن تخش عندي في المجتمع. بعد كده احتمال تحقق الخساره او اختلاف العائد الفعلي عن المتوقع، ودي مهمه جدا خلي بالك، لان خلي بالك ان انت علشان تخش استثمار معين احنا قلنا بنبقى واقفين على باب الاستثمار دوت وبنبدا نشوف وفقا للاداره الماليه هخش ولا لا. فافرض ان انت حددت عائد معين، انت توقعت ان انت تكسب 20%، اختلاف العائد الفعلي عن هذا العائد المحقق يبقى حضرتك لا مش 20% خالص، يبقى حضرتك شغال في مخاطره. افرض ان هو بقى 19، يبقى خلي بالك ده مخاطره، اختلاف العائد الفعلي اللي هو 19 اللي انت حققته عن ال 20% اللي انت كنت متوقع ان انت تحققها بناء عليها قبلت المشروع. تمام، هتلاقي حضرتك بتقول لي الاندنج برايس ماينس البيجنينج برايس زائد الكاش فلو. تمام، فانت حضرتك خدت الثروه بتاعتك كانت بادئه بسعر الشراء 10 مثلا والاندنج مثلا كان 15، يبقى في فرق 5 نسبتها لاصل الثروه اللي انت اشتريت بيها، كده بيقول لك بتنسب الزياده الى اصل الثروه، بالاضافه الى ان العائد الذي يتم الحصول عليه قد يكون عائد عادي. العائد ممكن يكون العائد بس اللي انت حصلت عليه
هو عبارة عن توزيعات الأرباح اللي حضرتك قدرت تحصل عليها أو الكاش فلو اللي جات لك خلال احتفاظك بهذا السهم. طيب، أو عائد بيكون ناتج عن الكابيتال جينز أو التغير في القيمة السوقية بالنسبة للسهم. ده بقى عائد تاني، تمام؟ وبالتالي بقى لما اجي احسب العائد برضو اقدر احسبه ازاي؟ انا حسبته مره اللي هو الهولدنج بيريد ريتيرن، وخلي بالك الهولدنج بيريد ريتيرن اقدر ان انا اقول ان هو اتش بي ار هولدنج بيريد ريتيرن. ممكن ان انا احسبه ازاي بقى؟ العائد المتوقع هو ده بقى اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه لما كنت بتكلم على ان تشتت حول العوائد حول وسطها الحسابي تبقى مخاطره. فخلي بالك هتلاقي ان الوسط الحسابي نفسه هو عباره عن العائد، فاما الشيء يتشتت حول عائده اي يختلف حول وسطه الحسابي يبقى انا كده انتقلت للمخاطره. بتكلم على مخاطره تشتت العوائد، على اني برضو بتكلم ان انا بقول لك ان العائد المتوقع هنا هو عباره عن الوسط الحسابي، تشتت العوائد عنه مخاطره. تشتت العوائد يعني اختلاف العائد الفعلي اللي حصل عن العائد اللي انا متوقع اللي انا بحسبه اهو قدامك، تمام؟ فانا عندي هنا يبقى مجموع عين على نون. طيب دي واحد، مجموع عين يعني مجموع العوائد اللي عند حضرتك، ده لما يكون مديني سلسله زمنيه، مديني السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، هاخد العائد بتاع الاولى زائد العائد بتاع الثانيه زائد العائد بتاع الثالثه زائد العائد بتاع الرابعه على اربعه اللي هو عددهم. او هروح واخد مجموع العائد في الاحتمال المقابل ليه، هاخد كل عائد انا متوقع ان هو يحصل في الوقت ده او في الاحتمال ده. يعني مثلا هيحدث عندي عائد 10% باحتمال حدوث 20%، متوقع ان انا يبقى عندي 20% باحتمال 30%، متوقع ان انا عندي يبقى 15% بنسبة 70%، تمام؟ يبقى انا عندي دوت المجموع العائد في احتماله. وبالتالي فوفقا للقانون الاول فان العائد المتوقع ما هو المتوسط حسابي او اسمه وسط حسابي، وبالتالي فيمكن الاشاره الى المخاطره على انها تشتت العوائد حول وسطها الحسابي. بعد كده حيث ان المستثمرون بقى اللي بيختلفوا في تعاملاتهم وتفعيلاتهم او ميلهم للمخاطره، how they tolerate with the risk او how they react to the risk. فقال لك ان انا عندي هنا بطرق مختلفه، يبقى people react to risk in different ways او tolerate with the risk، كان دلوقتي in different ways، فبدا ان هو يعمل لي تصنيف على اساس ميلهم للخطر. فبدا يقول لي ان في كاره للخطر اللي هو عباره عن risk averse، وهو الذي لا يحب الخطر. ففي حال عرض مشروعين زي ما قلنا في المحاضرة الأولى كان مشروع معروض على حضرتك ألف وب وكان عائد ب هو نفسه عائد ألف ولكن مخاطرة ب كانت أعلى، فبالتالي المستثمر اختار ألف. فأنا هنا لو عرض عليه مشروعين لهما نفس العائد ولكن مخاطرة أقل فإنه بيميل إلى المشروع ذو المخاطرة الأقل، تمام؟ محايد بالنسبة للخطر بقى، فأنا خلي بالك بالنسبة لكاره الخطر هو بيبص على عائد ومخاطرة مع بعض. بالنسبة للمحايد للخطر قال لك على حد سواء ما بين الحصول على ما بين ان هو يدخل استثمار والحصول على عائد او يدخر والحصول على نفس العائد. خلي بالك هو مش مهم، هو مش مهم يبقى استثمار ولا ادخار، هو المهم انا هاخد كام، فهو ارتكازه هنا بس على العائد المتوقع. بعد كده بالنسبة للمحب للخطر اللي هو الريسك سيكر، فبيبدأ ان هو يقول لي او الريسك لافر او الجامبلر، بيبدأ ان هو ده بيفضل دائما المخاطرة زي المضارب على فكرة، خلي بالك بغض النظر عن النتيجة، حتى لو النتيجة دي كلفته خسائر كبيرة جدا، لكن خلي بالك لو الخطر ده أو الشيء اللي هو داخل مراهن عليه إن هو هيكسب فيه بتعوض مكاسبه كافة الخسائر اللي حضرتك ممكن تتخيلها، تمام؟ لأن بتبقى المخاطرة عالية جدا وبناء عليه بيبقى العائد كبير جدا. هتلاقي دي 7 و15 أدي 7 باحتمال 25%، 15 باحتمال 50%، عندي هنا 23 باحتمال 25%. طب بص هنا شكل التوزيع ده وبص هنا شكل التوزيع الأزرق ده. التوزيع الأصفر خلي بالك لو احنا وصلنا النقط ببعض هتلاقي التوزيع مدبب، تمام؟ فالمدبب ده يعني العائد يوم ما تشتت خلي بالك كان هو المتوسط بتاعه أو الطبيعي بتاعه 15 وهنا كان 15، جه في الأسيت ألف في الاستثمار ألف اتشتت عن الوسط الحسابي ده، اتشتت عن 15 وصل مرة ل 13 وصل مرة ل 17، يعني 2% يمين أو شمال. طيب تعالى لي بالنسبة لبي، قال لك إن أنا عندي هنا ده كان 7 هنا 15 يعني فرق 8 وهنا 23 فرق كام؟ 8 برضو يعني 8 يمين وشمال. فلو جيت هنا وصلت الأعمدة الزرقاء دي ببعض هتلاقيها مفلطحة أكتر من الأصفر، تمام؟ وبناء عليه إن أنا عندي حتى لو عملتها بالمدى
احنا قلنا ان بي هتبقى اخطر لو عملناها بالتوزيعات الاحتماليه او اللي هي البروبابيلتي ديستريبيوشن، هتلاقي برضو ان بي اخطر وفقا لده. وخلي بالك ده ممكن يجي لك ان شكل شيب، فبالتالي الشكل بتاع الرسمه لو فيها تشتت كبير حول الوسط الحسابي يبقى انا ما اقدرش استثمر في المشروع ده، لكن اقدر استثمر في المشروع ايه مثلا نتيجه لان ايه التوزيع قريب من بعض، التوزيع مدبب اكتر، الارقام قريبه من بعض، بينما بي منتشره، فهذا الانتشار بيدي نوع من التشتت حول العوائد، فبالتالي بيزود المخاطره. تمام. طيب بعد كده بيقول لي هنا دوت بالنسبه للريسك ميجرمنت هو عباره عن ايه؟ قال لك ان انا اقدر اقيسها من الصفحه دي، هتاخد ان انا اقدر اقيسها عن طريق الرينج، واقدر اقيسها عن طريق الستاندرد ديفيشن او اللي هو الانحراف المعياري. طيب الانحراف المعياري ده يعني ايه؟ قال لي هنا هجيب عائد كل سهم اللي هو 3 و 25 ناقص العائد المتوقع، تمام، وبعد مرفوع لأس 2، يعني عائد السهم ناقص العائد المتوقع مضروب في أس 2 أو مرفوع لأس 2 مضروب في الاحتمال المقابل ليه. طيب أو مجموع عائد السهم ناقص العائد المتوقع للسهم اللي احنا جبنا اللي هو كان 15 مرفوع برضو لأس 2 على نون ناقص 1، ده دوت لو في حالة سلسلة زمنية أو مجتمع، يعني أنا عندي سلسلة زمنية، لكن لو عندي احتمالات هتبقى عائد السهم ناقص العائد المتوقع ليه مضروب في الاحتمال. قال لي هنا كلما زاد الانحراف المعياري اللي هو الستاندرد ديفيشن لما بيزيد يبقى ده معناه ان المخاطره زادت، وبالتالي بيدل على تشتتها اكتر حول وسطها. طيب هناك مقياس اخر للمخاطره اقدر ان انا اسميه معامل الاختلاف اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن. خلي بالك ان انا عندي هنا في بعض من الاستثمارات تلاقي العائد واحد والمخاطره مختلفه، فالمخاطره الاقل هختارها، لكن تلاقي بقى العائد مختلف والمخاطره كمان مختلفه، ففي الحاله دي لازم استخدم اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو المقياس الخاص بالمخاطره بالاضافه الى كمان التباين والانحراف المعياري. طيب نتيجه لان خلي بالك التباين والانحراف المعياري دوت ابسوليوت مطلق، يعني ايه الانحراف المعياري بيساوي كذا، يعني ايه التباين بيساوي كذا، ده مطلق للمخاطره مطلق ملوش حاجه، لكن لما يكون نسبي انا بنسب حاجه الى حاجه، فبالتالي بنسب ايه، بنسب عدد وحدات المخاطره المصاحبه لكل 1% من العائد، يعني كاني رجعت اصل المشروع ده واقول ان مثلا كل مخاطره كل نسبه عائد 1% قدامها قد ايه مخاطره او قدامها كام مخاطره، فبالتالي بقدر ان انا اقارن ما بين المشروعات، لاني قلت لك خلي بالك لو المشروعات عوائدها ثابته او واحده ولكن المخاطره مختلفه هاخد المخاطره اقل، لكن افرض ان انا عندي هنا العائد مختلف والمخاطره مختلفه فبنسب العائد الى المخاطره عدد وحدات المخاطره المقابله لكل 1% من العائد، فبعرف معامل الاختلاف ده كام، اقدر ان انا اقارن ما بين المشروعين مختلفين تماما عائد ومخاطره، فياخد الانحراف المعياري نسبه الى العائد المتوقع، فكلما زاد معامل الاختلاف دل ذلك على زياده عدد وحدات المخاطره المقابله لكل 1% من العائد مما يتطلب رفض المشروع. يبقى لما بيزيد معامل الاختلاف، لان معامل الاختلاف ده بيقيس المخاطره، يبقى لما بيزيد يبقى المخاطره زادت يبقى هرفضه. يقول لك انها موافقه ان هي تستثمر طالما ان الكوفيشنت اوف فاريشن او معامل الاختلاف اقل من 75%. طب معامل الاختلاف طلع 53، فبالتالي بيقول لك طالما انه because ان الكوفيشنت اوف فاريشن اوف ريتيرن طلع اقل of the period is below Marlin's maximum coefficient of variation اقل من الحد الاقصى اللي هي حطته اللي هو 75%، فبالتالي هتقدر تستثمر في السهم ده او تاخده ضمن المحفظه الاستثماريه بتاعتها. يبقى تاني، يبقى هنا انا كان عندي 3 عوائد لثلاث سنين، فبدات ان انا اجيب سعر اخر المده ماينس اول المده زائد التدفقات النقديه اللي جت لي اللي هي توزيعات الارباح اللي تم دفعها على مجموع على سوري على اللي هو سعر الاصل في اول المده، تمام، بدا يجيب لي 3 عوائد. حلو، خدت الثلاث عوائد دول لانهم في 3 سنين مختلفه، فانا عايز اشوف متوسط العائد خلال الثلاث سنين، طلع لي 10.5 اللي هو عباره عن متوسط العائد. طيب هستخدم في ايه متوسط العائد ده؟ هاخد كل عائد تم الحصول عليه ناقص متوسط العائد دوت اللي هو العائد المتوقع، ارفعه لجذر لاس 2 اللي هو للتربيع، يعني يبقى عندي 1 2 3 هطرح منهم الرقم ده اللي هو 10 و5 من 10 مضروب بعد كده اقسم على ايه؟ هقسم على عدد السنين اللي عندي اللي هي 3 سنين ناقص 1. حلو، وصلنا ان هو 5 و6 من 10، يبقى دي المخاطره
لا 5.6 والعائد 10.5%. يبقى انا عندي اذا معامل الاختلاف اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن اللي بيقيس عدد وحدات المخاطره نسبه الى العائد او 1% من العائد طلع لي بيساوي الرقم ده، يبقى كل 1% من العائد قدامه 53% وحده مخاطره. طيب مارلين لما جت قالت هستثمر في ده ولا لا، قالت انا هستثمر ما اذا كان عدد وحدات المخاطره المنسوبه لكل 1% من العائد 75%. طيب حضرتك هو طلع لي اصلا 53%، طالما طلع 53% يبقى ده مقبول. شي كان كونكلودز ان هي تقدر تدرجه ضمن المحفظه الاستثماريه الخاصه بيها او الاكسبتبل انفستمنت، ان انا عندي تبقى ضمن الاستثمارات المقبوله بالنسبه ليها. يبقى دي الخطوات، جبت العائد لكل سهم، جبت العائد المتوقع على اساس ان انا جمعت الثلاثه على عددهم لان انا هنا في سلسله زمنيه شغاله على اسهم سنين. بعد كده بيقول لي هنا ان انا بدات اجيب اللي هو عباره عن الانحراف المعياري، فبدات ان انا اجيب جذر التباين اللي هو عباره عن مجموع العائد لكل سهم ناقص العائد المتوقع الذي تم الحصول عليه مرفوع لاس 2 على عدد السنوات اللي هم 3 سنين عندي ماينس واحد، فبالتالي على 2. فجبت المخاطرة، خدت عدد وحدات المخاطرة اللي هي 5.6% على 10.5%، طلع لي 53%. because the coefficient of variation طلع ان هو اقل من اللي هي متوقعاه او اللي هي عاملاه كحد اقصى انه ما يزيدش معامل الاختلاف عندها، يعني هي تقدر تتحمل ان كل 1% من العائد يبقى قدامه 75% مخاطره، فهو طلع كل 1% من العائد قدامه 53%، فبالتالي طلع من الاستثمارات المقبوله عندها في المحفظه. تمام، بكده انتهت المحاضرات بتاعتنا، وان شاء الله هنكمل الابحاث اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض. وده يعتبر هو الجزء العملي والنظري المطالب من حضراتكم ان شاء الله الالمام بيه. يعني سي او حضراتكم معاكم دكتوره سميره علام. شكرا.